إذا مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر الاستثنائي على قناة شوف تي في. نهديكم هذا المنظر الرائع للحظة الغروب مباشرة من الدار البيضاء. عبد الله المنقوش اخويا، انت اللي مبرع كتشهي فينا ياك؟ لا بالعكس، انا كنقلب على احسن اماكن في الدار البيضاء باش نفرج ونفوج شي شويه على المشاهدين، خصوصا اللي كيحترموا الحجر الصحي. وهذه لحظه ديال الغروب، شوفوا السماء كيفاش دايره. سيمو صوف، انت جاي غير تمنظر، ما خدامش؟ لا خدام اخويا. طوحة محفوظ، فين هاد البلاصة؟ هادي في الشاطئ الساحلي عين دياب بالدار البيضاء. طريق عمارة، لا داعي لقراءة التعليق. سوسو سوبليس، ميرسي ميرسي افو، شكرا لكم انتم على المتابعه. واخترنا لكم هذه اللحظه، لحظه الغروب من منطقه عين دياب. هيبه فلور، تحيه من ايطاليا، تحيه متبادله. عبد الرحيم مصرار، حكيمه صابير، ميرسي افو. عتيقه، شكرا لك انت. سعاد ايت مريم، واو. تطوان، السلام عليكم غيتا الحلو. وعليكم السلام. كيف قلنا هذه منطقه عين دياب. شفيق العالمي العز، هذه سيمو ناجي من، لا ماشي ميامي، هذه عين دياب. نهى مساء الورد، هاد البلاصة في شاطئ عين دياب، شاطئ الساحلي عين دياب. عبدو عبدو، شكرا شكرا لك انت. عبدو جليل، ميرسي افو. غيتا الحلو، كنتمنى بانكم تبارطاجيو ما امكن باش كل المتتبعين ديال قناة شوف تي في وكل المغاربة عبر جميع بقاع العالم يشوفوا هذا المنظر الجميل الرائع. نساو شوية هموم ومشاكل المنزل ومشاكل كورونا. نتمنوا بان الله سبحانه وتعالى، وحنا كنطلبوه في هذا الوقت ديال الغروب الشمس، انه كيف غادي تهرب هذه الشمس، يهرب مع هذا الوباء يا ربي، ويحيد علينا وتشرق شمس جديده مع اشراقه الشفاء للمصابين، اشراقه الرحمه للموتى، واشراقه رفع البلاء عن مغربنا الحبيب وعن سائر بلاد الإسلامية وفي كل بقاع العالم. ويحفظنا الله سيدنا محمد السادس الملك الذي استبق كل بقراراته الصائبة، استبق كل رؤساء وملوك العالم. تحية من فرنسا، شكرا ومرحبا بالجالية المقيمة في فرنسا. واش كاع الصحافة مشاو لعين دياب اليوم؟ لا، ولكن شوف تي في كتقلب لكم على المناظر الجميلة باش تهديها للمتتبعين ديالها. من بلجيك سليم، تحية من بلجيك، مرحبا. الفرج قريب إن شاء الله. لطيفة رمز، السلام. ملاقا، هذه نو، لا هذه غير الشاطئ الساحلي عين دياب، لا اقل ولا اكثر. منظر رائع الغروب اخي بالفعل. سمي ملكنا انسان واعي، بالفعل انسان واعي وانسان كان عزيز وغادي يولي عزيز اكثر واكثر واكثر بهاد القرارات الصائبة اللي خدا في هاد الوباء.
مراد سامي سلمنا أمرنا لله ونتوسل رفع البلاء يا ربي آمين. نجاة المهدي سكت وخلينا نتمتعوا بهذا المنظر. مرحبا، انا غادي نسكت ولا بغيتوني ندوي قولوا لي ندوي. غالي او ال غير هضر اخويا، يلا انا غادي نهضر حيت الناس طلبوا مني بانني نهضر. حميد الضو، الله يبعد عنا هاد البلاء يا رب. انوار، الله يخلي لينا ملكنا العزيز يا ربي امين. كريمه كو، تحيه من ايطاليا، اللوفيو موروكو. تحيه من فرنسا، فاطمه المهدي طباي، كمال زيت، صباح بورغيغون، رشيد رشدي اسميت هاد البلاصه، هذا الشاطئ الساحلي عين دياب. دريس العالمي، مرحبا بخويا دريس، مرحبا بخويا دريس كيتابع معنا هاد المنظر الجميل من منطقه عين دياب بالدار البيضاء. ديما مغيب بالفعل، الله يحفظ ملكنا الهمام يا ربي امين. منظر ولا اروع، يفتح النفس. ميامي البيضاء، منظر جميل ورائع. شكرا. خويا دوين سمعوك، انا كندوي خويا محمد الطباق. وسكتاتك الله يعز الحكام. تحية من إيطاليا مليكة. خالد مروان، هذا هو الإهداء. وسيك تكمش في حالك، مرحبا. أنت ما عجبكش غير الناس أخرين عجبهم. توحشت بلادي حبيبة أم أيوب. محمد الأروي، محمد محام، الله يحفظ المغاربة والفقراء امين. رشيد رشدي، منظر زوين. محمد السلماوي العلاوي، احسن مصور صحفي في العالم. شكرا خويا محمد، شكرا العائله ديال الصحافه. وبهذه المناسبه كنبلغ السلام ديالي لمحمد والكريم الاستاذ الكبير الصحفي السابق بجريده المساء. تحية من ألمانيا، مرحبا. تحية من إيطاليا، نجيب علي، مرحبا بك أخويا نجيب. كمال أمزير، توحشنا هاد
المنظر اخويا. مرحبا. محمد العروي، فكرتينا في البلاد. مرحبا خويا. جمال القاسمي، جميل جدا دعواتكم لنا في إيطاليا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين عبر العالم، وخصوصا جاليتنا المغربية بإيطاليا، واللي مازال ما واقع له والو. الله ينجيه والله يحفظه من هذا الوباء، ونتمنوكم انكم ان شاء الله تفوت هذه الازمه وترجعوا لبلادكم مشافين معافين، ما كاين حتى شي مشكل باذن الله. حاتم حبيبي علوي، كيف داير صحتك؟ الحمد لله، شكرا راك ديما طوب تبارك الله عليك. شكرا. تحيه من السويد، احمد الحمزاوي مرحبا. عمر حمزه، المنظر رائع، وانتم مشاهدينا الكرام اروع وتستاهلوا اكثر، ولهذا كنقلبوا على جميع المناظر الرائعه باش ننقلكم لها. ما تنساوش بان عندكم بالليل جوله مع العلوي، البرنامج الجديد الذي راى النور على قناه شوف تي في. تحية من استيحات الشمال، مرحبا خويا. عمر المناصفي، منظر واعر، مرحبا. رشيد لطفي، عبد الله اي طالب، الشكر لك. ياسين الزيدي، الحمد لله. عبدو الصنهاجي، تحية من بيرغامو، مرحبا خويا. فؤاد بالفعل ستفرج إن شاء الله. سلومة ديليس، حسدتك فادي، مرحبا بك أختي. مرحبا بك أختي سلمى، إن شاء الله يرفع علينا الله هذا الوباء، ومرحبا بك في المغرب إذا كنتي خارج المغرب، ولا كنتي داخل المغرب مرحبا بك. شكرا السيد اللي كتب منظر رائع، وأنتم أروع، شكرا لكم، شكرا على متابعتكم لهذا المنظر الجميل. جواد الريفي، السلام. أمينة أمونة، فين هادشي؟ هادشي الشاطئ الساحلي عين دياب، ولادي لحظة الغروب. منظر غزال، اي مدينة هذه؟ مدينة الدار البيضاء، هذه مدينة الدار البيضاء، وهذا بالضبط الشاطئ الساحلي عين دياب. ميساجاتنا علاش ما كتقراهمش؟ لا بالعكس اخويا، علاش نقراهم؟ علاش لا؟ هي ما يكونوش طوال بزاف. منظر رحمة الله، منظر رائع.
دريس دريس نفطروه ان شاء الله هذا رمضان تماك مرحبا. ونتمنوا ان شاء الله يترفع الوباء قبل شهر رمضان، وشهر رمضان يبقى هذا الوباء غير ذكرى. جميلة منعيم يا ربي تلطف وجهي علينا، مرحبا لالا يا ربي امين امين امين، الله يفرجها علينا يا ربي امين. شكرا على هذا المنظر الجميل، شكرا لكم انتم على المتابعة. أمينة أمونة الله يرفع علينا البلاء يا ربي أمين. إذن على هذا المنظر الجميل نأتي على نهاية هذا المباشر، مسخيناش بكم، ولكن قبل ذلك بان لي بأن واحد الزميلة الصديقة العزيزة دخلت كتشوف معنا، غادي نخليه وغادي نزيد واحد شوية. إذن منظر جميل من الشاطئ الساحلي عين دياب على هذا المنظر الجميل. نأتي على نهاية هذا المباشر، وانتظرونا في مباشر آخر بعد قليل من قلب العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، عاصمة اقتصادية لمملكتنا المغربية الحبيبة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.